على نيتك يا سعد وبتتعامل بالفطرة، ولا ده دهاء الفاهم اللي بيأثر على نفسه الطريق؟ لا والله أنا بتعامل بالفطرة كده، بعبلي بكل حاجة. أنا متربى على كده يعني، ما بعملش حساب لأي حاجة. بس النهاردة عشان ما أكدبش عليك أنا عامل حساب ليك يعني، أنا قبل ما أجي لأن أنت أسئلتك صعبة قوي. هو أنت أول مرة تطلع معايا يا سعد؟ ما أنا عشان كده دي تاني مرة مش كده؟ ما أنا بقول لك يعني أنا في أي أفراح في أي حتة أي برنامج ولا بصحى منهم عادي إلا البرنامج بتاعك ده ببقى متوغوي شوية وبطني مكركبة شوية. إمتى اللسان بيبقى عايز قطعه؟ وإمتى بيبقى محتاج يقصر حبتين؟ يعني أنا أما أكون بغلط في حد أما بقول عليه كلمة لازم على طول حد من اللي جنبي يقول لي قص لسانك ما تكلمش.